الهام علي في الفترة الأخيرة صارت مشغولة في مشاريع كثيرة وتتنقل من بلد إلى بلد، ويوم قررنا نسوي معاها هذا الانترفيو وين تتوقعون كانت؟ الله، أنا موجودة في جمهورية مصر الحبيبة، أرض الفراعنة، أرض التاريخ والفن والحضارة. واضح إنك قاعدة تحضرين لفيلم جديد. ما شاء الله، زهرة الخليج جايبة الأخبار كلها. نخاف منكم صراحة. أنا فعلاً عندي فيلم اسمه بلوغ. هذا الفيلم يحتوي على 5 قصص إلى 5 مخرجات من السعودية. أنا موجودة ضمن أحد هذه القصص من إخراج المبدعة هند الفهاد. اسم فيلمي القصير المرخ الأخير. شاركني هذا العمل بطولة أستاذة سناء بكر يونس. الهام في كل عمل تقوم فيه لازم يكون فيه تحدي، ولهذا السبب اختارت أن تكون في اختطاف. أحلام كبيرة يا خلود. إيه أحلام كبيرة، أحلام كبيرة، إيه أحلام كبيرة، ما وقفه واحد تافه مثلك. اختطاف من أصعب التجارب اللي ممكن الواحد يعيشها صراحة. أنا إنسانة عنيدة، تنافسية، أحب أتحدى نفسي وأثبت ذاتي. جاني تنافس مع نفسي على 3 مراحل، فكان الموضوع إن أنا جالسة أنافس إلهام في 3 شخصيات، وهذا اللي أغراني في مسلسل الاختطاف. وحتى في مشاهد الأكشن والخطر ما طلبتي مساعدة؟ إلهام بعنادها كنت أرفض وجود الدوبلير أو الممثل البديل المساعد، لأن أنا حابة أقوم بهذا التحدي. مثلاً نقطة السيارة، الفايت اللي يصير بين الخاطف والمخطوف، الأمور هذه كلها كانت صعبة كثير. ولهذا السبب لازم عندك مشهد يكون هو الأصعب أو يبقى في الذاكرة. سؤال صراحة ذكي. Thank you. كان في لقطة دخلت شخصية المخطوفة إلى دورة المياه وقالت كلمة يبا. كانت هذه اللحظة إلى اليوم لما أتذكرها أحس إن ودي أبكي، لأن أنا تزوجت 3 سنوات تقريباً وانتقلت إلى منطقة الرياض، صار في عندي مسافة الآن بيني وبين أسرتي، فصار في حنية لما أقول يبا أو يما، يعني كنت أقولها بحقيقة. بس زوجك خالد كان أمامك طول الوقت، خصوصا في هذا المسلسل وأيضا في البيت، فأكيد أنه كان داعم كبير لك. في البيت أنت تبون فضايع في البيت، إحنا كنا حنقتل بعض في البيت. أيام التصوير بالذات أوقات، يعني وش رأيك نأكل الوجبة، إيه وش ودك أطبخ لك أو شيء، فجأة حين نظر بالنظرة اللؤ، فكان هو فعلا عاكس علينا، بس حنا واعيين وكنا خبي على بعض الحتة هذه شوي، يعني على أساس إنه لا حد يتأكد. الحمد لله تجاوزنا، نحب بعض الخطوة. ممتاز. وحنا نعرف بأن خالد دائما يساعدك عشان تطلعين من حالة الدبريشن اللي متعودة تدخلين فيها عادة بعد كل عمل. كنت أجلس من النوم وأبكي من ولا سبب، أحس إن في كذا مثل القهر. كنت أشوف خالد، خصوصا خالد كان أيضا خاطف في المسلسل، لكن خالد كان إنسان حليم كان معي في ذاك الوقت وكان مستوعب الحالة تماما، وكنت أنا صريح يعني أقول له وقف معي لأن أحتاج إني أتجاوز هذه المشاعر. وهذا ما يمنع إنه يكون في مسلسل مزعج بدرجة كبيرة. أمان العمر كنت مقدمة شخصية صعبة جدا، وفعلا لجأت إلى دكتور نفسي اللي يطلعني من حالة الاكتئاب لأن كنت داخل شبه اكتئاب. كان يعيش جوه ويعذبني. إلهام برغم السايد افكتس اللي تنعكس عليها من كل عمل تقوم فيه، إلا أنها في نفس الوقت تحقق نجاحات كبيرة وتحصل على جوائز وألقاب. الجائزة بالشكل العام بالنسبة لي هي دعم، هي تحدي باللي جاي، ولكن لما أكرم بنجمة شباب الخليج هذا تحدي أكبر. الموضوع توسع إلى خليجيا، فإذا صارت المنافسة مش فقط محليا. ومن نجمة الخليج منو يعرف بعد فيلم تشلو أي لقب بتحصل عليه إلهام. إحنا عرب مدن الناس حتى الولود، فتحقق هذا الحلم خلال فيلم تشيلو، هذا تحدي أكبر. فأنا إحساسي يقول إنه في تشيلو راح ينقل إلهام من العالم الخليجي العربي إلى العالمي. ومع كل المشاريع هناك مشروع واحد لم يكن واضح للناس. أنا وخالد تزوجنا في زمن الكورونا، فلسه ما عملتش الفرح. بعض الآراء كانت تقول ليه خبيتي هذا الشيء، أنت خايفة من الحسد؟ لا، هو مش كذا أبدا، هي قضية اللحظة اللي كنت حابة إني أوفرها أو أحفظها إلى أن يتم هذا الفرح والعرس الجميل. وبعد ما فهمنا الموضوع، هل بنشوفك في زفة ولا فستان أبيض؟ هذا تصريح مهم لزهرة الخليج. أنا العرس راح يصير وهعمل لي فرح كبير، حتى لو كان عندي دستة عيال راح أسوي. نعم للمرة. بالتوفيق يا إلهام. شكرا زهرة الخليج. أنا أذكر كنتم دائما داعمين إلى إلهام علي في بداية الخطوات، لازلت بنتكم ولازلتم داعمين ولازلتم مشجعين، دائما محبة من القلب تصل لكم لأختكم ومحبتكم إلهام علي.